ومرحبا فيكم بفيديو جديد من قناة بلاد الرؤي. اليوم راح ننازل العنكبوت السام ضد كل بلابل الجزء الرابع، وكمان ضفت معهم بلابل سبيدي ستور بما انهم نوعا ما بيعادلوا بلابل الجزء الرابع لانهم يعني لا يعتبروا سوبر كينج. والحلو كمان انه هدول الثلاث بلابل يساريين وهذا يساري، فانه النزالات راح تكون احلى. ولا تنسوا انه كل شخص حابب يحضر حلقات ببطل بيرستير ومترجمة بالعربي راح احط لكم رابط صندوق الوصف، اضغطوا عليه تقدر تحضروا حلقات لحديت هلا في عندكم الحلقة 30، وكل اثنين وخميس في حلقات جديدة. فالجولة الأولى شجاع الجي تي، طبعا تاكت لونجنس حاليا بطيئة الهجومية بدرايفر الترانس الحديد الغريب تبع زعيم الوقت بس مع حديد. اوكي شكله شجاع جديد لفه شوي زياده، خسر 2 كليكس مستحيل بعد ما خسر ولا كليك. وقدر يطلع شجاع الجي تي خارج الحلبه. اوكي المفروض اني حطته تحمل، طلعته شوي خفيف عشان يمتص اذا بقدر يعني، وعلى ما يبدو انه عم بنطص. والابر تبعونه حس حملوا بيرس للشجاع مش عارف. اوكي الشجاع فاز. اوه خسر هو تقريبا 2 كليكس والشجاع برضه خسر 2 كليكس. انا بالغلط لفيت بالعكس انه نسيت انه يساري. تعرفوا شغلة انا لسه لهلا بلخبط لما اجي اركب بلبل يساري، عن جد بعرفش انه اتجاه الف، بعمل حالي عم بلف لليمين بعدين بحكي لا بالعكس. اوكي رجعته هجومي. او تعادل. عمل بيرست لشجاع الجي تي، فاظن هو اخو من شجاع الجي تي، لانه فعليا انا حكيت لكم معلومه مره انه للاسف شجاع الجي تي من اضعف بلابل الجزء الرابع. هجومي هايبر سفير فضحنا طلع من الحلبه لحاله. اوكي نعيد الاطلاق. انا خلاص اعتزل يلا باي باي. اوكي مش عارف كانت عادل او نقطة صغيرة لهاد. على فكرة خسران كليكس الزومبي. اوكي نحن لفيت وجهي اول مرة بصير دبل بيرست مع الزومبي. الحمد لله ما انكسر اشي. لقطة اظن انها حلوة صراحة، انا عن جد غمضت عيوني ولفيت وجهي. فدائما خلوا وجهكم بعيد عن الحلبة. اوكي يلا في بيرست ضربات قوية على فكرة، ما بعرف عم بحس الليرز دول بيحتكوا كويس مع بعض. طبعا اذا عجبك هالفيديو اضغط على اللايك بسرعة، حط لايك شكرا اشترك بالقناة. اوكي وضعية التحمل. يا الله لسه ما طلعناه زاح وخبض. واخر جولة معها الزومبي ما تطلع لحالها. ايوه بدنا بيرست فينش. هايبر وبيرست فينش. اوكي لهلا قدر يفوز بلبلين من اقوى البلابل شجاع الجي تي والزومبي المظلم. طبعا اقوى البلابل من البلابل اللي عندي بشكل عام، اكيد اضعف من كل السوبر كينج بس انه وممكن حتى من اضعف بلابل الجي تي يعتبره، بس اقوى من كل البلابل التيربو الايفولوشن هدول. الحاكم مسيطر ما بينمزح معه، سريع بشكل رهيب بالذات انه قاعدته خربانه فصارت كثير عريضه. الحاكم عمله بيرست يلا. حطيناه بالدوران اليميني ولسه ما لحقنا نطلع البلبل صار فايز.
طبعا هذا هجومي مفروض ضعف، مو معقول حول للتحمل لحاله. ممكن على فكره درايفر الدوامه او زعيم الوقت مرات هيك فجاه بيحول وتغير وضعيته، انت بتركب او بتفك البلبل. صحيح احنا ما غيرنا وضعيه الفريم، انا حاطط الفريم اظن انه المثلث لتحت، فخلينا نعكس الفريم. ايه عم بهز الحلبات كمان جوله. جرب. اوه على فكره هاد طلع بلبل خرافي. واجا وقت السبيد ستورم حطيته انا بالتحمل، بس طلع انتقم بحديدته، زتها عليه وعمل له بيرست. اوكي حبيت الحركه هاي. ضل قاتل لاخر نفس. لير وحديدة هذا مدورين كتير، فبتجنب الصدمات. بس مش دايما. هلا هم بشكل عام بتجنب الصدمات. وزن الخفيف هو السيء. قدر فيه يفوز. جولة أخيرة مع هذا. اوكي شكله اذا بدهم يقعدوا يمتصوا هذا شوي بيفوز. نيل ماسك ريش دي بولوس او ضيا بولوس او بطيخ. بحس يعني صراحة اول ما جبته كان كتير خرافي. اجنحته يعني كنت اتوقع انه لها ضربات كتير تأثير كبير، بس طلع اجنحته ما لها كتير ضربات كتير. يعني ما بحس انه اجنحته بتعمل تأثير كبير، اظن انه في كتير اجنحة. لو خففوا جناحين اوف بصير في فراغ قدام كل جناح وبصير ضربات اقوى. هجومي طبعا والفريم معكوسة تبعته. اوكي هذا خسر طاقته ما ضلش فيه حيلي لف. يلا ضل عنا اخر بلبلين. وحش السوبر كينج او السبيد ستورم. وضل في وحش سوبر كينج تفتفت مسكين. يلا يلا لا تستسلم. يلا اظن القطع السيلفر اللي على اللاير هدول اللي فوق هم اللي عم بيعملوا احتكاك، لانه شوي رفيق طويل. اوكي بتوقع حد يفوز بالامتصاص. درايفر واعرض. اوه قدر يفوز. اوكي خلونا نطلع العقرب. شو اسمه البقرة الخاطبة هادية. غريب ما في احكي. لحظة مش هدول الاثنين بيجوا بنفس الفريم. لحظة احكي لكم معلومة بتضحك على فكرة. انا فتحت علبة هذا البلبل و شو اسمه مهدلك البركان الملتهب واعصار السماء، صورتهم بشهر واحد يعني قبل 4 اشهر. هذا البلبل بالضبط لما نزلت الفيديو كان مصور من قبل 4 اشهر. ما كان بلابل التيربو نزلين، فكنت انا بفيديو هذا كنت بحكي شجاع التيربو شجاع التيربو، ما كنت اعرف انه في شجاع بركاني. وهذا كان اول فريم من هاي، يعني هاي الفريم هي اول فريم شفتها. بعدين جبت هذا البلبل. اوكي بس لما نزلت الفيديوهات نزلت فيديو هذا قبل هذا. وعلى فكره هاي الفريم هي عندي واحد اصلي واحد تقليد، بتطلع مع بلبل من بلابل التيربو. اوكي يلا هي لها وضعيتين اكيد شرحتهم فتح العلب. واحده مثلثات لتحت واحده مدوره لتحت. مش عارف ايش احكي، ما جربتهم كتير كتير دقيق، لكن وضعية المدورة لتحت اظن هي الاحسن مثل ما انا حطيتها لهاد، لانه بس يضعف شوي هيك بيدور عليها. المثلثات يعني ممكن تعمل دفاع ممكن تعمل هجوم، بس كتير بتخرب لما يجي على طرف الحلبة، يعني هيك لما يجي يلفلف اخر لفتين.
فشكرا لكم ولمتابعتكم فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا. لا تنسوا الاشتراك واللايك، ضيفونا على سناب شات انستغرام تيك توك، الرابط كلها بصندوق الوصف، وكمان تشاهدوا حلقات بيبتل بيرس تيربو المترجمه بالعربي، الرابط بصندوق الوصف الديسكريبشن بوكس. صندوق الوصف اللي هو اذا بتكبسوا على العنوان اذا كنتوا فاتحين من الموبايل بيطلع لكم صندوق الوصف، واذا على الكمبيوتر في كبسه اسمها شو مور او هيك يعني بالضبط تحت العنوان وتحت اسمي شو مور او اقرا المزيد، وهذا هو صندوق الوصف. بس بحبكم كتير وبشوفكم بالفيديو الجاي. أو بدي أحكي لكم كمان معلومة حصرية إن شاء الله. فيديو أوكي فيديو يوم الجمعة رح يكون فتح علب ثلاث بلابل، رح يكون فيديو رهيب فاستنوه. وإذا سمعتوا هاي المعلومة انزلوا اكتبوا لي بالكومنتات كلمة ثلاث بلابل، أوكي؟ رح أحط لكم قلب ورح أرد على التعليق. شكرا كتير.